السلام عليكم، اهلا بكم في حلقة جديدة وصورة جديدة. والنهاردة هيكون فيديو جديد من سلسلة صور افلام، والفيلم اللي معانا النهاردة هو فيلم هوب ساند شو. طبعا الفيلم ده غني عن التعريف، ولو انت اول مرة تشوفني فاحب اعرفك بنفسي. انا يحيى الشافعي، بقدم محتوى عن التصوير وعن انك ازاي تقدر تصنع محتوى باقل وقت وكمان باقل مجهود، وكمان تصنع اكتر انتاجية ممكنة عندك. وكمان احب اعرفك باول سلسلة هتعرفها معانا، وهي صور افلام. وفي السلسلة دي بعلمك تعمل صورتك زي الفيلم المفضل ليك، زي مثلا فيلم العارف للنجم احمد عز، وفيلم موسى للنجم كريم محمود عبد العزيز، وكمان فيلم فينوم للنجم توم هاردي. ومش بس كده، بس لا، بوشكاش محفوظ بيضحي النهاردة. في افلام تانية كتير هتلاقيني سايب لك اللينكات بتاعتها في وصف الفيديو. كل اللي عليك انك هتختار الفيلم المفضل ليك عشان تقدر تعمل صورة لنفسك زي الفيلم، وكمان انا مسهل عليك الموضوع وتقدر تعمله بالموبايل وتعمل الصورة شبه الفيلم بالظبط. ومن غير بقى ما اطول عليكم اكتر من كده، تعالوا نروح لموضوع حلقتنا النهاردة. ويا ريت لو انت مش مشترك في القناة تشترك، وكمان تفعل الجرس سواء كنت على الفيسبوك او اليوتيوب، وما تنساش اللايك. ويلا بينا. زي ما اتعودنا في السلسلة دي ان احنا بنبتدي نمشي على خطوات بسيطة عشان نبتدي نوصل لنتيجة كويسة، وكمان تكون قريبة جدا من الصورة اللي احنا عاوزين نعمل زيها. واول خطوة معانا وهي تحليل الصورة. لما نيجي نحلل الصورة اللي معانا هنلاحظ ان هي تعتبر بسيطة جدا، ولكن لو احنا ركزنا في ادق التفاصيل فيها، وهنلاحظ ان اصلا الخلفية المستخدمة على الصورة ككل وهي خلفية سودة. ابتدى بقى ان هو يضيف بشكل مايل كل الاحداث اللي كانت في الفيلم، زي مثلا الهليكوبتر اللي كانت موجودة في الفيلم اللي كانت بتشد العربية، وهنلاحظ ان باقي الانفجارات محطوطة، والعربية اللي هم استخدموها في الفيلم كمان محطوطة على الكفر. وبعد كده ابتدى ان هو يصور نجوم الفيلم كل حد صورة لوحده، وابتدى ان هو يجمعهم طبعا على برامج التعديل زي مثلا برنامج الفوتوشوب او غيره. وبعد كده ابتدى يضيف لاير تانية وحط عليها كده زي خط اصفر عشان يبتدي يكتب اسماء نجوم الفيلم، وكمان يبتدي ان هو يضيف المخرجين واسم الفيلم والحاجات دي كلها. وده بقى هينقلنا للخطوة رقم 2 وهي طريقة التصوير. هتبتدي انك انت تتصور صورة، والصورة دي هتراعي انك انت تجيب فيها نصك كله بالظبط. والفكرة هنا انك انت لازم تتصور صورة تليق مع الكفر اللي انت هتقلده. يعني مثلا ده فيلم اكشن، لازم انك انت تتصور صورة كده تكون جد شوية، وما تكونش صورة كده متصورها بشكل كوميدي او اي شكل تاني. الفكرة انك انت لازم تتصور تكون صورة جد. ودلوقتي بعد ما عرفت الصورة متكونة من ايه، وكمان عرفت طريقة التصوير، هيبقى فاضل لنا خطوة اخيرة، وهي الخطوة الاهم في الموضوع بتاعنا، وهي طريقة الشرح. وزي ما تعودنا عشان نعملها على الموبايل لازم نستخدم برنامج بيكس ارت. والفكرة ان هو بيساعدنا وبيعوضنا عن حاجات كتيرة قوي موجودة على الفوتوشوب على البي سي، ولكن لما نسهل الموضوع ونعمله مع بعض على الموبايل الفكرة هتكون احسن، وكمان الموضوع هيفيد ناس اكتر. ولكن لو انت عاوز شرح عن الفوتوشوب هتلاقيني مقدم سلسلة عن الموضوع ده، شرحت فيها جزئين بالظبط. لو انت عاوز تلحقني من البداية هسيب لك اللينكات في وصف الفيديو، تبدأ معايا البرنامج ده من الصفر، ونبتدي كمان هنشرح عليه افكار وحاجات تانية ادفانسد شوية اكتر من اللي بنشرحها في الموبايل، لان الموبايل برضو مش هيساعدنا في كل حاجة. وتعالوا بقى نروح للشرح، يلا بينا. وفي كمان برنامج تاني هنبتدي ان احنا نستخدمه، هو فوتو روم. طبعا اغلبكم عارفينه، اللي هو بنستخدمه عشان نفرغ الخلفية بشكل اوتوماتيك بدل ما نعمله كده بشكل يدوي عن طريق البيكس ارت او الفوتوشوب. فهنبتدي نفتح البرنامج زي ما انت شايف. كل اللي عليك انك هتدوس على ستارت فروم فوتو، وهنبتدي نجيب الصورة اللي احنا تصورناها. وبعد ما بتختار صورتك بيبتدي ان هو يعمل بالشكل اللي انت شايفه ده لحد ما يشيل الخلفية اللي هو انت متصور عليها. هيبتدي يجيبها لك على كذا خلفية، كل اللي عليك انك هتختار الخلفية البي ان جي دي، وهتبتدي انك انت تدوس على السهم اللي طالع لفوق ده وتعمل لها سيف عندك في الجاليري. هنبتدي بقى بعد كده نطلع من البرنامج كده ونفتح برنامج بيكس ارت عادي جدا، وهتبتدي بقى تجيب اي خلفية سودة عندك على الموبايل او تحملها من اي مكان. هتبتدي بقى بعد كده نيجي عند اد فوتو او اضافة صورة، وتبتدي تجيب الصورة اللي احنا لسه مفرغينها عن طريق برنامج فوتو روم. وبعد ما بتجيبها بالشكل اللي انت شايفه ده بتبتدي انك انت تكبرها كده وتظبطها على
الصورة بتاعتك. ولكن في الأول هنبتدي نيجي عند الأستيكة من هنا كده، ونبتدي نمسح اللوجو بتاع فوت روم بحيث ان هو مش مناسب مع الجو بتاع الصورة بتاعتنا، ونبتدي مثلا نشوف اي زيادات نبتدي ان احنا نشيلها. هبتدي بقى بعد كده ان انا اجيب من ستيكر حاجة اسمها انفجار نار. ليه بقولك تكتب المعنى ده؟ لان انا دورت عليها بنفس الاسم ده، وابتديت ان انا اجيب الصور زي ما انا كاتب المصطلح ده. والفكرة هنا انك انت لو كتبت مصطلح تاني او كلمة تانية هيظهر لك نتائج تانية خالص. فالمصطلح ده هتلاقي فيه حاجات كتيرة قوي. هتبتدي مثلا انك تختار اي انفجار تكون لاقي ان هو مثلا مناسب مع جو الصورة بتاعتنا. هنبتدي مثلا ان احنا نختار الانفجار اللي انت شايفه ده، وهنبتدي ان احنا نرجعه كده من هنا، نعمل له موف داون ورا الشخصية ذات نفسها. هنبتدي بقى ان احنا نظبطه كده، ثانية واحدة، نبتدي ان احنا نحدد عليه ونظبطه كده على الخلفية بتاعتنا مع الصورة. هتبتدي انك انت تظبطه كده، عايزين نطلعه ورا شوية بحيث ان احنا لما نحط الصورة السوداء التانية تكون ايه كده يعني مناسبة. هنبتدي برضو بعد كده ان احنا نجيب كده اي صورة سودة تكون عندنا على الموبايل. وبعد ما بجيب صورة سودة ببتدي ان انا كده اظبطها بالشكل اللي انت شايفه ده زي ما كان في الصورة بالظبط. وهبتدي بقى بعد كده ان انا باجي هنا عند استيكر تاني، ولكن المرة دي بجيب حاجة اسمها خط اصفر، يعني بيكون مستقيم يعني كده عشان برضو اضيفه زي ما كان في الصورة. ببتدي ادور شوية لحد ما بلاقي حاجة مناسبة، وببتدي اختار الاستيكر ده، وببتدي كده اظبطه زي ما انت شايف كده، وهبتدي ان انا احطه في المكان ده. ولكن الفكرة ان انا هاجي عند ادجاست واجي عند هيو، وابتدي ان انا عايز اتقله شوية لناحية اللون الاصفر زي ما انت شايف كده، وابتدي برضو ان انا العب في يعني في الالوان بتاعته بحيث ان هو يديني درجة اللون اللي انا محتاجها، وشايف ان الدرجة دي كويسة شوية. ابتدي ان انا ادوس على علامة الصح مرة واحدة. وانا كنت عندي صورة على الموبايل لعربية زي العربية اللي استخدموها هما في الصورة، فهبتدي ان انا اجيبها. وطبعا احنا متعودين ان اي صورة تبتدي تبعتلي على الانستجرام لحد ما اعمل جروب ان شاء الله. فابتدي اجي عند اد فوتو، وبعد ما بجيب العربية اللي انت شايفها دي ببتدي ان انا كده اظبطها على الصورة بتاعتي بحيث ان هي تكون مناسبة كده وماشية على الصورة، ويكون ليها ظل من تحت كده. فببتدي ان انا اظبطها كده زي ما انت شايف. وبقى ببتدي ان انا اجي عند ستيكر بقى، ولكن المرة دي هكتب هليكوبتر بحيث ان انا اجيب هليكوبتر زي اللي هم كانوا مستخدمينها، ودي هنلاقي ان هي كويسة. هبتدي مثلا ان انا اضيفها كده من ورا، وابتدي اعمل لها موف داون بحيث ان هي تكون يعني مناسبة مع الجو العام للصورة. وبكده تكون اغلب الصورة خلصت. هنبتدي بقى ان احنا نضيف الكلام اللي احنا شايفينه كان تحت مثلا. فانا مثلا هبتدي ان انا عاوز اكتب اسمي انا، فهبتدي اكتب مثلا يحيى الشافعي، وهبتدي بقى ان انا اغير في الخط زي ما انت شايف كده. هبتدي اخلي الاسم بتاعي تحت بعضه زي ما انت شايف كده، ابتدي اضيفه كده بالشكل اللي انت شايفه، وابتدي بقى اجي كده واجيب اللوجو بتاعي، وببتدي اضيف اللوجو بتاعي بالشكل اللي انت شايفه ده. وبقى انت تقدر تضيف صحابك معاك في الصورة، تقدر تضيف عربيات تاني، اي حاجة انت عاوزها تقدر تعملها في الصورة بتاعتك. دي حاجة برضو ايه ترجع لك. هنغير لون الخط ده، نخليه للون الاصفر بحيث ان هو يكون لايق مع الخط اللي فوق ده. وابتدي ان انا بقى اجي كده عند علامة الصح ادوس عليها، وبكده تكون الصورة كملت. هبتدي بس اجي عند تولز واجي عند ادجاست،
وابتدي اظبط الالوان بتاعتي. وبعد ما بظبط الالوان بتاعتي وكل حاجة تمام، وهيكون في حلقة بالتفصيل عن الالوان دي عشان نبتدي نعملها مع بعض بشكل كده كويس وكمان يكون الموضوع ممتع، هنبتدي نيجي هنا عند effects ونبتدي بقى نختار اي فلتر يكون لايق على جو الصورة بتاعتي. وهبتدي مثلا ادور على حاجة تكون لايقة مثلا للحرارة او تكون مدية فكرة اللي هو الانفجار اللي احنا حاطينه في الصورة. تبتدي بقى تدور على اي حاجة، وطبعا بتختلف على حسب الوان الصورة بتاعتك وعلى حسب درجة الالوان بتاعتك ومصدر الاضاءة وكل الحاجات دي طبعا. فمثلا ممكن نقول ان دي كويسة شوية، فبس هنبتدي نيجي عند الاستيكة ونمسح على الاسم بحيث ان انا عاوز الاسم والخط ده يكون بنفس اللون اللي انا عايزه. وبقى ببتدي ادوس على علامة الصح وادوس عليها تاني، وبكده تكون الصورة خلصت. اي مساعدة تقدر تبعتلي على الانستجرام ونوصل مع بعض النتيجة كويسة، وكمان ان شاء الله تكون النتيجة دي عجبك. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، اتمنى ان هي تكون عجبتكم واتمنى ان انا اكون بفيدكم. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لي لايك وكومنت، ولو بتتابعني من على الفيسبوك ما تنساش تعمل لي لايك وشير للبيج، ولو بتتابعني من على اليوتيوب ما تنساش تعمل لي سبسكرايب للقناة. كان معاك يحيى الشافعي، والسلام عليكم ورحمة الله.